فرحه كبيره ما كتوصفش، ما كاينش شي فرحه كتوصف حالها. ان شاء الله المونديال روسيا ديما المغرب 3-0 ان شاء الله 3. هايدا نضربوا دابا ان شاء الله خصنا نضربوا كوتيفوار. المنتخب على استحقاق، نقول الجداره فاز بهذا لانه خدا واحد التدريب كبير وعارف الكابون ديجا لعب معاه، عارف الخطه باش لعب، والعناصر كلها شابه ومتفاهمه وكل واحد قايم بالدور ديالو في البوست ديالو. هذه غتهز المعنويات ديال المنتخب المغربي في كوت ديفوار، غتزيدنا واحد الشحمه كبيره اللي غادي نعطينا واحد الثقه كبيره بالنسبه للعناصر كلهم واثقين وان شاء الله بالدعم ديال المنتخب ديال الجمهور المغربي اللي ساند الفريق وغادي نساندوا عليه في كوت ديفوار، والنتيجه ان شاء الله غادي نفوزوا ليه ان شاء الله بكثره اللاعبين وثقه في راسهم وعندهم خبره كبيره الحمد لله، وحتى الجمهور جاو معاهم واللاعبين كلهم كانوا قاموا بواحد المجهود كبير، هذا مزيان الحمد لله كيبشر بالخير واللمسات ديال المدرب بانوا. السلام عليكم، كنحيي الجمهور المغربي اللي حاج من طنجة الكويرة لمساندة المنتخب الوطني المغربي، وقدروا الأسود الأطلس ينتصروا 3-0، قادرين إن شاء الله نغلبوا خارج الميدان كوت ديفوار ب1-0 لا تعادل وتأهلوا روسيا المونديال. داز مباراة خطيرة، لعبوا اللعاب، نشوف اللعابة خطيرين، لعبوا الروح القتالية، لعبوا بالقلب ديالهم. بوماس أحمدي أداء تابس، روسيا تنادي وروسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنيئا للمغاربه اللي على الفوز اللي قدموا المنتخب المغربي والجمهور اللي حضر، وان شاء الله الحدود تكون متفائله، غنمشيو لابيجا غنلعبوا على الفوز ان شاء الله وديما مغرب.